صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، سيدي يا ابن رسول الله وابن سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أصواتها بحة يندبن قتلاياهن بالإيماء، أن التفتن رأينا ما يدمي الحشا من نهب أبيات وسلب ردائين، تشكو الهوان لندبها وكأنه مغضيين، وما فيه من أيال إغضاء تقول عاتبة عليه وما عصى يجدي عتاب موزع الأشلاء، يا 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 قد كنت للبعدا يا أقرب منجد، واليوم أبعدهم عن القربا، يا 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 يتامى يوم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنساء، يا 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 ماذا يا أقول إذا التقيت بشامة
يا إني سبيت وإخوتي بإزايا يا 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 ناداها من فوق الرمايح الله يرعايا يا يا صبري يا اخويا وسلمي امرك المولى يا وياك راسي على راس الرمح هالرايح وياك وياك يبرى العائلة اويتنا ليطيح ويوم قال استعد للهم يوم والهم جدا يا يا ولا بد يودوك انسبا يا الطاغي الشايا ولا بد تسمعين المسايا باب مجلس العايا وهناك تلقين المصيب اشكال وفنون والله وجهه وجهه لك فلت زينب قوم يا ابا الفضل. كان هذا خطاب الحسين عليه السلام الى اخيه ابي الفضل ويكلفه باعاده زينب الى وطنها. يقول له يلك فلت زينب قيوم وجهه وجهه وحق الشطر مرحب وبن وجهه اشد عندها السب من الموت وجهه ولا تمشي بيسر لابني عباس يا حام الضعينة والحرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. طيب وفاكم بذكر محمد وآل محمد. يحق لكل مسلم أن يفخر على سائر الثقافات والحضارات والأديان أنهم يمتلكون تراثا عظيما وخزينا فكريا لم يتم العثور أو الوصول إليه إلا في هذه العصور المتأخرة، ومنها قضية الجينات الوراثية وتأثيرها على المولود وكيف تنتقل من الآباء إلى الأبناء. هذه الآية الشريفة تشير إلى هذه القضية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يشير المقطع الثاني ذرية بعضها من بعض إلى هذه القضية، بمعنى أن الاصطفاء الإلهي والاختيار الإلهي لهؤلاء الأنبياء لهؤلاء الأوصياء
مو قضية يعني اعتباطية وكيفية ومزاجية، وإنما هي قضية خصائص موجودة في هذا الإنسان مفقودة في غيره. يعني مثلا إذا جئنا إلى خصائص نوح عليه السلام على سبيل المثال، أي إنسان يمكن أن يتحمل ما تحمله نوح على نبينا وآله وعليه السلام مما لاقاه من قومه؟ يعني كما تعلمون نوح مكث في قومه اجد 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. 950 سنة ما طلع إلا كم نفر مؤمن من هذا يطيق هذه القضية؟ يعني اليوم إذا أنا أعطيتك فرد وظيفة أو كلفتك بمهمة تروح تهدي لك جماعة مثلا إلى الصلاة، تعلمهم الصلاة، تقنعهم مثلا بالالتزام بالصيام بغير ذلك، وكانوا ذول المجموعة عبارة عن 100 شخص مثلا، إيش قد تقدر تطول وياهم نفس حتى تدعوهم إلى الإسلام أو تدعوهم إلى الإيمان أو تدعوهم إلى الالتزام؟ نوح عليه السلام 950 سنة هو يدعوهم، لم يكل ولم يمل. هذا يعني أنه يحمل خصائص ما موجودة في غيره من الناس في تلك العصور، لأن النبوة تحتاج إلى أناس خاصين يكونون أهلا لذلك. ولذلك نحن نعتقد الإمامية أن من شرائط النبوة العصمة، إذا لم يكن معصوما لا يمكنه القيام بهذه المهمة. وهكذا بالنسبة للإمامة اللي هي أمرها لعله يفوق ويعلو على مهمة النبوة، باعتبار أن الإمامة عبارة عن تطبيق للشرع على أرض الواقع. يعني اليوم جنابك إذا أعطيتك فرد خطاب معين أقول لك هذا الخطاب روح اقرأ على الناس، يقول لي شيخنا إذا ما التزموا، أقول لك مو شغلك يلتزمون لو ما يلتزمون، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أخذ هذا الخطاب روح اقرأ بشكل صحيح وبطريقة بينة وبهدوء وبوضوح بينة وارجع. هذه وظيفة النبوة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول نبينا صلى الله عليه وآله في آخر حياته أنه ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد شنو بينته، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد بينته، بهذا المضمون. وبالفعل حتى نزلت الآية الشريفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هاي جهة التبليغ في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. لكن تعال إلى جهة التطبيق، جهة التطبيق جدا خطيرة وصعبة جدا، بحيث يخاطبه القرآن ويأمره بالاستقامة فاستقموا. هذه القضية قضية تحتاج إلى نفس طويل، تحتاج إلى صبر استثنائي مو صبر عادي، بحيث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وهو حبيب الله وهو سيد الأنبياء بل هو سيد الخلق أجمعين، لما يوزع الزكاة على بعض المسلمين يجي فرد واحد أعرابي من أولئك الجفاة الأغلام، فيجذب النبي صلى الله عليه وآله من ردائه جذبة أثرت في رقبته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وقال له اعدل يا محمد. يعني أنت اليوم لا تستغرب لما واحد يحشي على مرجع ويقول هذا المرجع كذا وكذا، لا تستغرب. ليش؟ لأنه نبيك صلى الله عليه وآله الذي هو تجسيد كامل للعدل الإلهي على الأرض، يجي واحد يقول له اعدل يا محمد، النبي صلى الله عليه وآله يقول له إن لم أعدل فمن الذي يعدل؟ إذا أنا ما أعدل من الذي يعدل؟ هاي قد تحتاج تحمل هذه وغيرها. يأتي صلى الله عليه وآله في بداية أمره وقبل أن يؤمر بالدعوة كان يصلي عند الكعبة. العرب ما شايفين هاي الصلاة ركوع وسجود وكذا، فأبو جهل عليه لعائن الله يتفق مع بعض أوباش قريش أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وصنع ما صنع
لنفعلن به ونفعل، وبالفعل راح هذا الملعون جاب له كرشه مالت مال ناقه مذبوحه ومصارينها والرفث والدم وما يخرج يعني من الكرش، فترك نبينا صلى الله عليه واله حتى سجد وجاء به ووضعه على ظهره الشريف. وقد عانى صلى الله عليه معاناة كبيرة جدا من هذه الناحية. فالآية الشريفة تقول إن الله اصطفى آدم، اختار يعني مو قضية اعتباطية وإنما لخصائص، إن الله اصطفى آدم ونوحا وهؤلاء أبواء البشرية كلها، يعني البشرية بالتالي انتهت إلى نوح، وبعد الطوفان ما بقي إلا نوح وأولاده، فأنا وأنت وجميع الناس كلنا نرجع إلى نوح عليه السلام، ومن نوح نتصل بآدم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ونبينا منيا صلى الله عليه وآله من آل إبراهيم لأنهم من أولاد إسماعيل عليه السلام، وآل عمران على العالمين. ليش؟ ذرية بعضها من بعض، لأن هؤلاء يتناسلون، واحد يشيل خصائص الثاني. ومن هنا نصل إلى صاحبة الذكرى صلوات الله عليها، مولاتي وسيدتي زينب ابنة علي بن أبي طالب، لنستعرض جوانب ونقتطف شيئا يسيرا بما يتيسر من حياتها ومن شخصيتها العظيمة. هذه المرأة تنطبق عليها هذه الآية، أي منطباق؟ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. من باب التبرك نذكر نسبها سلام الله عليها، وإلا فهو معروف، هي زينب بنت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وحسبك بهذا النسب. أمها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وحسبك بهذا النسب. أخواها الحسن والحسين، بل إخوتها الحسن والحسين والمحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. زوجها عبد الله ابن عمها، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار الذي أبدله الله عز وجل في الجنة عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. تنقل الروايات عن مواقف عبد الله بن عمر اللي أو ابن جعفر اللي كان من كرماء وسادة كرماء قريش والمعروف بالكرم والجود، ينقلون عنه لما استشهد ولداه في كربلاء مع خالهما الحسين عليه السلام، عنده فرد خادم ذبلة فدح شاية مضمونها، يقول احنا ايش لقينا من الحسين، ايش حصلنا من الحسين، يقول فرماه بنعله أجلكم الله وقال مه، يقول لو كنت أنا مع الحسين في كربلاء لقاتلت دونه، واللي يصبرني واللي كأنه يسليني أن ولدي قد قتلا مع الحسين عليه السلام مع خالهما. طبعا بعض الروايات تقول هذان الولدان هما أولاد زينب عليها السلام، في رواية لا، محمد هو ابن زينب والثاني، أو عون ابن زينب والثاني محمد لزوجة أخرى لعبد الله ابن جعفر يقال لها الخوصاء. هسه هذه الخوصاء كان يعني عبد الله من زوجها قبل زينب عليه السلام وتوفيت أو طلقها أو كانت مع زينب، هذا بحث آخر ما يضرنا يعني. على أي حال هذه هي زينب ابنة علي عليه السلام. زينب صلوات الله وسلامه عليها، إذا جئنا إلى معنى اسمها، يذكر صاحب القاموس المحيط الفيروز الآبادي يذكر عدة معاني لكلمة زينب، يقول من بين هذه المعاني هو اسم لشجرة حسنة المنظر طيبة الرائحة، ويقول بعض اللغويين أن هذا الاسم اللي لهذه الشجرة سميت به المرأة، وأن المرأة لحسنها وجمالها تسمى بهذا الاسم. أو عند فرد احتمال ثاني هذا الفيروز آبادي يقول من المحتمل أنه كلمة زينب هاي أصلها كلمتين،
مركبة من كلمتين هي زين أب، زين أب يعني أبوها زين، سواء ثبت هذا أو لم يثبت فلا كلام في أن علي عليه السلام هو من أعظم الآباء في هذا الوجود بعد محمد صلى الله عليه وآله. لها كنية سلام الله عليها يقال لها أم الحسن، ينقل هاي الكنية الشيخ جعفر النقدي في كتابه زينب، ألف كتاب بعنوان زينب أو زينب الكبرى، يقول كانت كنيتها أم الحسن. وهاي الثرد يعني قضية معروفة عند أهل البيت، ينطون كنية لأبنائهم وهو صغير، يعني اليوم أنت عندك ابن صغير يسميه أبو جعفر، بعد صغير من بتزوج تنطيه كنية أبو جعفر أو تنطيه كنية ماذا أبو عبد الله أو أبو الحسن أو غير ذلك. هاي من القضايا اللي أدبونا عليها أهل البيت، ومما أدبونا عليه ولم نلتزم به مع شديد الأسف، ما أقول كل إحنا ما التزمنا، قضية تحسين وحسن التسمية. نشوف أهل البيت أسماءهم أسماء جميلة، حينما يقول في دعاء أو في زيارة في زيارة الجامعة الكبرى يمر على محاسنهم، ما أحسن أسماءكم كذا، لما يمر على أسماءكم ما أحلى أسماءكم في الأسماء، محمد صلى الله عليه وسلم، علي، فاطمة، حسن، حسين، زينب، موسى، جعفر، هاي الأسماء. بعض الناس إذا تروح إذا إلى دائرة الأحوال المدنية وتكشف السجلات أسماء مخجلة، خصوصا تكون انت منتسب الى اهل البيت تسمي ابنك باسماء يعني ما ادري شلون، هذا يعني قضيه الاسم ما يحتاج الى ثلاث ذوق. ايضا احيانا الاسم قد يدل على الانتماء، اخواني الاسم احيانا يدل على الانتماء، تجي انت ما تبالي بتسميه اولادك او ما تبالي بتسميه بناتك، هذا نوع من الافتراق عن اهل البيت عليهم السلام، يعني حتى تكون موالي بالفعل من كل النواحي يكون تراعي حتى قضية التسمية. لما تخير بين اسم هو أقرب إلى أهل البيت عليهم السلام واسم أقرب إلى أعدائهم، هنا يكون تخير نفسك ما بين هذين الأمرين، لأن فيه مؤشرا بي مؤشر يعني ما يخلو. يقول لي شيخنا قضية أسماء ما لا، قلت لا إلها علاقة مولانا، راجع نفسك وشوف. فكانت من عادتهم سلام الله عليهم يختارون الاسم الحسن ويختارون له كنية، يعني مثل الإمام الحسن عليه السلام من صغره يقال له أبو محمد، الحسين من صغره يقال له أبو عبد الله عليه السلام، الإمام الصادق أيضا أبو عبد الله، الإمام الجواد أبو جعفر، الإمام الباقر أبو جعفر، كل علي أبو الحسن، علي عليه السلام أبو الحسن، علي الرضا أبو الحسن، علي الهادي أبو الحسن، نبينا صلى الله عليه وآله أبو القاسم، الحج صلوات الله وسلامه عليه أبو القاسم أيضا اسمه اسم النبي صلى الله عليه وآله، وكنيته كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا ينقلون أن لها كنية ثانية وهي أم كلثوم، أي اللي نسمحنا بالرواية، قالت أم كلثوم، خطبت أم كلثوم، وهاي بها خلاف بين المؤرخين طويل عريض. يجي واحد يسأل يقول هي زينب نفس أم كلثوم، يولا هذه ثانية أخت لزينب عليها السلام، اللي يقول هما واحدة عنده شواهد تاريخية، جيب لك شواهد تاريخية تستفيد من عندها أن زينب هي نفس أم كلثوم، الآخر يجيب لك شواهد تاريخية معاكسة بأنه زينب واحدة وأم كلثوم أخرى، مثل إيش؟ لما نقرأ في مقتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما ضرب في المسجد وجيء به إلى بيته وهو جريح سلام الله عليه، يقول جاءت زينب وأم كلثوم وجلستا عند فراشه تبكيان، هذا معناه اثنين. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمه الله ينقل عن في مقتله عن ابن طاووس من كتاب اللهوف
لما ينقل في مسير السبايا يقول لما دخلوا إلى الكوفة خطبت فيهم زينب ابنة علي. بعد ذلك يقول لما فرغت من خطبتها خطبت بهم أم كلثوم من وراء كلتها. إذن ذني شخصيتين وأيضا بيها فرد مؤشرات تاريخية تعكس عن وجود فرد غموض يحيط بأهل البيت عليهم السلام فيما يتعلق بنسائهم، بما في ذلك قضية زواج فلان من فلانة. هذه الحادثة إلها واقع ما إلها واقع. تصور زينب صلوات الله وسلامه عليها بطلة كربلاء حينما تتوفى لا يسجل تاريخ وفاتها في الكتب الرسمية للدولة، بمعنى أنهم كانوا يؤرخون لكل صغيرة وكبيرة إلا زينب، ويتنازعون في موضع قبرها في مصر أو في الشام أو في المدينة، وفرض ضجة طويلة عريضة. والذي ساعد على ذلك أن أهل البيت أيضا كانوا حريصين على أن تكون قضايا نسائهم بعيدة عن الأضواء. أكو رواية واقعا أنا ما قاريها لكن سامحها سماعا من بعض الناس اللي هم خلينا نقول متابعين، ينقل أن زينب كانت ما تخرج من بيت أمير المؤمنين لحاجة إلا ليلا، يعني إذا عندها فرد قضية ضرورية جدا تدعوها إلى الخروج من الدار تخرج في الليل، ويخرج معها الحسن والحسين أو يخرج معها أبو الفضل العباس عليه السلام بكامل الستر والحجاب ثم ترجع بعد ذلك. مثل إيش؟ كقضية زيارتها لقبر أمها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. تعرف أنت يعني زينب عليه السلام فارقت أمها الزهراء وهي صغيرة، لأنها عليه السلام ولدت في سنة 6 للهجرة، يعني كان عمرها يوم وفاة أمها الزهراء عليها السلام يقارب 6 سنوات. البنت في 6 سنوات بحاجة شديدة إلى أمها، خصوصا تعلق مثل زينب بالزهراء عليه السلام. فلما تحتاج إلى زيارة قبر أمها الزهراء كانت تخرج ليلا. ويضيف البعض إضافة جدا مهمة إخواني، اليوم احنا جاي نعيش حالة في غاية الخطورة من جهة الحجاب والستر والالتزام وعدم الالتزام. يقول هذا الراوي إذا خرجت زينب سلام الله عليها ليلا يمشي أمامها أبو الفضل العباس يطفئ النيران اللي حاطينها في الطريق، قبل ماكو بعد هالمصابيح، السراج عبارة عن نار يعلقها بالحيطان، هاي تكون يعني من المادة مالتها الزيت، مصابيح زيتية يسمونها. فكان يطفئ النيران لئلا يرى شخص شبح زينب، الشبح يعني الهيكل فقط، مع كامل الحجاب اللي احنا نسميها البوشية والعباءة وغير ذلك. وهم مو العباءة شلون ما كان مثل البعض اليوم، الله يحفظنا إن شاء الله، يلبس العبي تحكي كل ما في الجسم، لا لا، هي أصل الملابس نفسها تستر بشكل كامل، فوقها العباءة فوقها البوشية، وتخرج ليلا ويطفون المصابيح لئلا يرى شخصها صلوات الله عليها. رحم الله السيد حيدر الحلي، واقعا سيد حيدر الحلي بمقدار وبقدر ما هو متألم لأجداده كان يؤلمهم أيضا عليه السلام، شعره كان يوجع كلش. يقول ولم تر حتى عينها ظل شخصها، يقول حتى هي زينب ما شافها خيالها، يعني ما طالع بالنار. ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرة، هم مو بس طلعوها محاسرة صلوات الله وسلامه عليها. على أي حال كان هناك غموض يكتنف حياة بنات الرسالة، طرفاه أهل البيت عليهم السلام هم كانوا يتعمدون ذلك، قضية الستر بعد. والتاريخ هو أصلا متبرع، التاريخ من لما متبرع أن لا ينقل شيء عن أهل البيت عليهم السلام إلا الذي يخرج هكذا قهرا عليهم. ألقابها سلام الله عليها، من ألقابها الكبرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها،
وهاي الظاهرة أيضا ما موجودة إلا عند أهل البيت. شنو كبرى وشنو الصغرى وشنو فاطمة الصغرى وشنو علي الأكبر وعلي الأصغر؟ أهل البيت عليهم السلام كانوا إذا أحبوا اسما، عندك الإمام الحسين عليه السلام كان مولعا باسم علي، يقول له كان عندي مهما كان من الأولاد كلهم أسميهم علي حبا بهذا الاسم. زين احنا شلون راح نفرق بين هذا علي وهذا علي وذاك علي؟ اول علي يسميه علي الاكبر، الثاني يسميه علي الاصغر، اذا اجى ثالث ينتقل اسم الاصغر للاخير. ولهذا البعض يقول علي الاصغر هو نفسه عبد الله الرضيع، مو شيخه، مو فرد شخص اخر يعني لم لا نعرفه. علي الاكبر الذي استشهد في الطاف، وعلي الاصغر هو عبد الله الرضيع، والأوسط هو زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فلما سميت بزينب الكبرى، يجي البعض اللي يقول زينب اثنين أو زينب غير أم كلثوم، يقول هو الإمام عنده اثنين زينب، عند زينب الكبرى والأخرى يقال لها زينب من دون لقب كبرى أو غير كبرى، فلعل تلك الثانية هي أم كلثوم مثلا. وهذا بحث ما يوصلنا إلى شيء، سواء يعني كانت زينب واحدة أو متعددة ما يوصل إلى شيء. ليش ما يوصل إلى شيء؟ لأن إحنا اللي يهمنا هذا اللي إجانا بشكل متواتر بشكل ثابت ما يقبل أي نقاش، أن أكو شخصية كان يقال لها زينب هي قائدة الحملة في كربلاء بعد الحسين عليه السلام، اللي هي صاحبة هذه الذكرى، المولودة في سنة 6 للهجرة، المتوفاة في سنة 62 للهجرة عن عمر يناهز 56 سنة تقريبا سلام الله عليها. يعني الحوراء أدركت من حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله قرابة 4 سنوات. اتصور 4 سنوات وفي بيت علي وفاطمة الذي ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستريح إلا في بيتهما، وتكون الحوراء تحت نظره. يعني في ظنك ماذا كانت تلقى الحوراء من رعاية من جدها صلى الله عليه وآله؟ إن شاء الله راح نذكر بعض الروايات وتتعرف من خلالها الحوراء شنو مكانتها عند الله عز وجل، مكانة الحوراء عند رسول الله صلى الله عليه وآله، مكانة الحوراء عند أمير المؤمنين، مكانة الحوراء عند الزهراء، مكانة الحوراء عند أخويها الحسن والحسين، مكانة الحوراء عند زين العابدين سلام الله عليه. فمن ألقابها سلام الله عليها زينب الكبرى. بعد من ألقابها شنو؟ من ألقابها العقيلة، يقال لها عقيلة بني هاشم، ويقال لها العقيلة كلقب بالألف واللام. وابن عباس نفسه اللي يسمونه حبر الأمة، لما يروينا خطبة الزهراء عليه السلام في قضية فدك، عن من ينقلها؟ ينقلها عن زينب عليها السلام. وماذا يسميها؟ يقول حدثتني عقيلتنا زينب ابنة علي سلام الله عليه. حبر الأمة. شنو العقيلة معناته؟ يجي بعض اللغويين يقول كريمة أو العقيلة، عقيلة القوم كريمتهم، يعني المرأة النفيسة اللي إلها مكانة عظيمة. البعض يقول من معاني العقيلة المرأة المخدرة، المرأة المحجبة، وهذا العنوان عنوان المخدرة لا يطلق ولا تسمى به امرأة إذا لم تكن ملازمة لبيتها. التفتوا إخواني، عنوان المحجبة، عنوان المخدرة مو معنى لابسة حجاب، المرأة المخدرة التي لا تخرج من خدرها، لا تخرج من بيتها إلا لضرورة تقتضي ذلك. وهنا يجب الوقوف وقفة دفاعا عن الحوراء سلام الله عليها، التي ما اكتفى البعض أن يظلمها في حياتها، حتى ظلموها بعد وفاتها لأغراض وأهداف. اليوم أنا أعتبر نفسي إنسان مثلا متنور،
وصاحب فكر منفتح، وأدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، وأريد المرأة تنزل إلى الساحة وتزاحم الرجل في عمله وفي مهام الحياة. لما واحد يسألني يقول لي شنو مستندك، أظل أبحث يمينا وشمالا عن مستند. وأنا إنسان مسلم ومتابع لأهل البيت ومحسوب عليهم عليهم السلام، ما ألقى غير زينب والزهراء صلوات الله عليها. يقول كما فعلت زينب ومن قبلها أمها صلوات. يقول ماذا فعلت زينب؟ يقول أولم تخرج فاطمة عليه السلام وتخطف في الجماهير في قضية فدك؟ يقول يعني ما لقيت انت غير هالمثل هذا؟ ومتى خرج سلام الله عليه؟ ولأجل ماذا يعمل قضية؟ الزهراء سلام الله عليه خرجت من قضية الإمامة دفاع عن الإمامة التي هي المدار للنبوة والبقاء للنبوة، خرجت لهذا الشأن في كامل الحجاب، كانت تتعثر بأثيابها. يقول الراوي شلون تتعثر بثوبها؟ لأن كان ثوبها يسحل بالقاع لكثرة الستر، وخلولها ملاءة يعني فر الستر بينها وبين الناس في مسجد رسول الله. يقول أنت أنة أجهشوا لها جميعا بالبكاء سلام الله عليها، وألقت خطبتها وذهبت إلى دارها. خلاص هذا الدور، يعني خرجت لقضية في منتهى الخطورة، لقضية في منتهى الأهمية. تجي أنت تقيس على قضية وخروج مرة يومرتين في كل عمرها الزهراء سلام الله عليها لأداء دور في منتهى الخطورة يستدعي خروجها. يعني قلنا قبل شوية المخدرة التي لا تخرج إلا لضرورة، وأية ضرورة مثل الإمامة والدفاع عن الإمامة؟ تجي أنت تدعو النساء إلى الخروج في معترك الحياة اقتداء بفاطمة عليها السلام بهذه الطريقة، فتخلي الزهراء سلام الله عليها عنوانا لانفتاح لا أساس له عند أهل البيت عليهم السلام، وما يكتفون أنه يجون المن إلى الحوراء سلام الله عليها، أن الحوراء قد خرجت في كربلاء وأدت دور وقادت الركب الحسيني وألقت الخطب هنا وهناك وغير ذلك، وهذه أيضا لمهمة اختارها الله لها، وهذا يبين مقامها سلام الله عليها عند الله عز وجل. وإحنا قلنا قبل شوية يكون نتعرف على مقامها عند الله عند رسول الله عند أهل البيت. مما يعرف مقامها عند الله قول الحسين عليه السلام في حواره مع محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، لما يقول لأهل الكوفة هذا وضعهم وتعرف بهم ليش تخرج لهم؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا. قال إذن ما معنى حملك لهؤلاء النسوة؟ النساء ليش تأخذهن؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. يأتي العاقل المسلم يقول شنو يعني شاء الله أن يراهن سبايا؟ يعني الله يحب هاي عجبة أنه زينب تسبى؟ وحاشا لله عز وجل. شنو يعني؟ لأنه في سبا زينب صلوات الله وسلامه عليه هناك دور ومهمة قد أنيطت بالحوراء لا يقوم بها إلا هي سلام الله عليه. ارجع إلى التاريخ وشوف بعد مقتل الحسين عليه السلام كم جهدوا وحاولوا أن يقتل الإمام زين العابدين عليه السلام، وأكثر من مرة تعرض الحوراء عليه السلام نفسها للقتل وتقول اقتلني قبله إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، وتتعلق به وتؤثر في الموقف، ثم يقول دعوه فإني أراه لما به، أشوف هذا المرض هو اللي راح يقتله، ماكو داعي نقتله. الشمر الملعون يدخل إلى الخيمة يجد الإمام زين العابدين فيستل السيف ويحاول قتله، فتتعلق به زينب وترمي بنفسها عليه، إلى أن جاء عمر بن سعد واقتنع بتركه وأقنع الشمر بعد جهد جهيد، فحافظت على زين العابدين وعلى حياته طيلة تلك المسيرة، وقامت بدور الإمام بدلا عن زين العابدين، قامت بدور لو قام به زين العابدين لقتل سلام الله عليه. إذا تقرأ خطبها تقرأ مفاصل الخطبة وتقف عند تلك المفاصل ستجد أن أول نقطة أشارت إليها الحوراء وأثبتتها للتاريخ
وأقامت بها الحجة على القوم أثبتت نسبهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ليس كما يدعي حكام بني أمية أن هؤلاء من الخوارج، وأقنعوا أناسهم أن هؤلاء قد خرجوا على إمام زمانهم، وأثبتت خروج يزيد وآل يزيد عن الإسلام. هذا كله ثبتت في خطبها، في حواراتها مع ابن زياد، وهكذا مع يزيد اللعين. ولعله في المجلس القادم إن شاء الله نتناول بعض هذه المقاطع ونشوف الحوراء إلى ما ترمي إلى قضية اليوم إحنا نعيشها أيضا، ترمي إلى البعيد كما سيأتينا إن شاء الله، لنستعجل. إذن لما نستشعر من خلال هذه النصوص أن الحوراء عليها السلام ما كانت لتقوم بكل هذا الدور لو لم تكن قد أعدت إعدادا إلهيا. ولهذا أنا ما أستغرب أكو رواية أنا واقعا ما حققت بها، بس ما أستغرب هاي الرواية، وهي أن اسم زينب عليها السلام نزل من السماء. هاي الرواية ينقلها صاحب كتاب ناسخ التواريخ، ونقلها عنا السيد محمد كاظم القزويني في كتابه زينب الكبرى من المهدي إلى اللحد. يقول لما ولدت زينب سلام الله عليه وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء إلى بيت فاطم وطلب منهم أن يأتوه بزينب، فجاءوا بها. يقول فاحتضنها ووضعها على صدره، ثم وضع خده على خدها وأجهش بالبكاء. تصور هنا الزهراء ماذا يكون شعورها أن النبي يبكي، هذا المولود المفروض يفرحون به. وهذا يذكرني بموقف ثاني، لما أمير المؤمنين جاء له بالعباس عليه السلام أخذ يديه قبلهما وأخذ يبكي وأخبرهما بما يجري عليه، كذلك أخبرهم النبي بما يجري على هذه النسمة الطاهرة وأنها ستكون معذبة طيلة حياتها إلى آخر عمرها تبقى معذبة. ولهذا شيعة أهل البيت يعني اتخذوا لها هاي الكنية، هاي كنية عامية مو كنية عن أهل البيت، يسمونها أم المصائب، بأبي التي ورثت مصائب أمها، أم المصائب يسمونها. ليش؟ لأن طيلة حياتها في أول في بواكير عمرها 4 سنوات أو يزيد فارقت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول لي شيخنا وهي وين تدرك إذا 4 سنوات؟ أقول لك أهل البيت يختلفون عن باقي الناس، اقرأ الروايات وشوف مواقف أهل البيت. أيضا رواية أخرى تنقل في كتاب لعله زينب الكبرى للشيخ جعفر النقدي أو في ناسخ التواريخ، يقول علي عليه السلام يأخذ زينب صلوات الله عليها يضعها في حجره، يقول لها بني قولي واحد، فقالت واحد، قال لها قولي اثنان، قالت إن اللسان الذي قال واحد لا يقول، لا أقول به اثنان، ما دام قال واحد بعد ما أقول اثنين. وفيه إشارة إلى التوحيد وأنها تعتقد بالتوحيد. في رواية تسأل أباها عليا عليه السلام تقول له أبا أنت تحبنا، تحبنا إحنا أبناء؟ قال بلى. فقالت أبا إن الحب لله عز وجل والشفقة لنا، يعني إذا تجاب قل أنا أحب الله لكن أنتم أشفق عليكم، لا تقول ماذا أحبكم. فاحتضنها صلوات الله وسلامه عليه. لما نقرأ هذه المواقف أو هذه الوقفات التاريخية وهذه المقاطع التاريخية نستشعر بشكل واضح أنها تعد إعدادا سماويا لهذه المهمة الخطيرة. وإلا لو لم تكن زينب سلام الله عليها موجودة في كربلاء وفي الركب الحسيني إلى أن رجعوا إلى المدينة لضاعت كثير من الحقائق وطمست كثير من القضايا ولعمي على الناس كثير من الأمور. مقامها من الحسن والحسين سلام الله عليها أنها كانت أختهم الصغرى التي يحنون عليها، واللي كانوا يستشعرون من بعد فقد أمهم. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها كانت شبه البديلة عن الزهراء صلواته، ولعل هذا هو السر وراء تكنيتها بأم الحسن. لأن شنو المناسبة بين زينب والحسن؟ قلت لك أنا في أول مجلس
من كناها أم كلثوم ومن كناها شنو أم الحسن. شنو أم الحسن؟ لعله كما قيل للزهراء أم أبيها، النبي معاش يتيم لا أب لا أم، يقول الزهراء كانت تعوض أباها رسول الله حنان الأم فسماها بأم أبيها، وكأنها بنت وأم في نفس الوقت. إليه ما أستبعد أن تكون الحوراء كانت تمارس هذه العملية، عملية إرضاء الحنان وإلقاء الحنان على أخويها الحسن والحسين سلام الله عليهم. نجي إلى يوم الطف وننظر إلى مقام الحسين عليه السلام وكيف يتعامل مع الحوراء. كل الوقفات اللي تقراها وتقف عندها لا تجد من الحسين إلا إجلالا وإكبارا لأخته عليه السلام. ما يعامله فقط مجرد أنها أخت، بل على أساس أنها امرأة إلهية ربانية ولية من أولياء الله. ولهذا بعض الألقاب للشيعة مو من أهل البيت يطلقون عليها بالصديقة الصغرى تشبيها بأمها فاطمة الصديقة الكبرى. كانت بهذه المثابة، بحيث ينقل الشيخ الصدوق وهو محدث الطائفة في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، والشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، ينقلان وهؤلاء وهذان من الأعلام الكبار اللي أكثر معالم ديننا أحكام الشرعية يعني كأنها تدور على كتب هذين، بالمضافة إلى كتاب الكافي للشيخ الكوليني ثقة الإسلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يذكر الصدوق والشيخ الطوسي في كتابيهما أن علي أن الحسين عليه السلام في ساعاته الأخيرة إلى من أوصى، يقولان بحسب الروايات الواردة أنه قد أوصى في ظاهر الأمر إلى زينب عليه السلام حفاظاً وتستراً على زين العابدين عليه السلام. يجي واحد يسأل يقول هذا اللي الإمام يوصيله حتى يتستر على إمام ثاني، هذا شنو صفاته؟ يصير إنسان عادي يعني؟ فما لا العقل يقبلها، لا العقلاء يقبلونها، لا المنطق يقبلها، لا الموازين الشرعية تقبلها. هاي وصية إمامه هذه، كيف توكل إلى امرأة عادية؟ ما ممكن. بل أكثر من هذا، تعال لنعمل المقايسة. أكو عندنا قياس نسميه قياس الأولوية، يعني شلون قياس الأولوية؟ الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف. يجي واحد يقول إذا هو حرام، واحد يقول الأمة أف، هاي كلمة أف. شا ضرب الأم شلون؟ شتمها شلون؟ هاي خو حرمة الشتم بعد بالأولى تصير أوضح. إذا هي كلمة أف يعني بس همزة وفاء، إذا أبوك شوية ضوجك وقلت له أوف هاي حرام. زين الضرب شلون للوالد أو شتم الوالد؟ هاي يسمونه قياس أولوية، بالأولوية نقول حرام الضرب حتى لو ماكو نص. نجي إحنا أيضا هنا ونعمل قياس الأولوية. في رواياتنا عن أهل البيت إمامنا العسكري إلى من أوصى بعد وفاته؟ أهل البيت كانوا يتسترون على قضية الحجة صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين بمنتهى الدقة، حتى أنه صدرت الروايات عنهم عليهم السلام بحرمة تسميته باسمه، حتى اسم الإمام كن مجيبا حفاظا عليه. لمن أوصى الإمام العسكري؟ إلى عمته حكيمة. وهذا يكشف لك عن مقام حكيمة اللي هي أخت الإمام الهادي سلام الله عليه، بنت الجوال وعمة الإمام العسكري صلوات الله عليه. شلون يوصي إلى عمته بالإمامة بحسب الظاهر إذا لم تكن على درجة عالية جدا من التقوى والورع والعلم والولاية أيضا؟ وتنقل الروايات أن الناس كانوا إذا احتاجوا إلى أحكام شرعية وأخذ معالم دينهم كانوا يأخذونها من حكيمة عمة الإمام العسكري عليه السلام. ونفس الكلام نقل أيضا في حق الحوراء. وين المقايسة شيخنا؟ المقايسة أنه باتفاق الطائفة أن زينب أعظم من حكيمة بكثير، من حيث مقامها أعظم من حكيمة بكثير،
فإذا كانت حكيمة بهذه المثابة فما بالك بزينب صلوات الله وسلامه عليها. حينما خطبت في الكوفة وبعد أن انتهت من خطبتها أجهشت بالبكاء سلام الله عليها، فخاطبها الإمام زين العابدين خطابا جاء فيه هذا المقطع، ويكفيك هذا المقطع. يقول لها: عم زينب، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. لأن مقطع ترى مو مقطع واحد. عالمة افتهمنا، غير معلمة شنو؟ ليش هو أكو عالم غير معلم؟ العالم غير المعلم هو الله فقط وفقط وفقط، كل من سوى الله فهو معلم. سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وآله هو معلم. لا بأس بالصلاة على الله. إذن ما معنى أن يقول أنت بحمد الله عالمة غير معلمة؟ يعني غير معلمة بتعليم بشر، أنت ما معلمة مثل سائر الناس معلمين عاديين وكذا. يعني مثل إحنا اليوم بالحوزة العلمية المعلم مالتنا أستاذنا، مثلا أستاذنا معلمة أستاذة، وهكذا ناس إحنا لا من أهل البيت ولا معصومين ولا كذا، هاي مستوياتنا. لكن أهل البيت منو معلمهم؟ يقولون في يوم من الأيام بعض طلبة العلم وصل مراحل بالدراسة وأصاب الغرور في علم الأصول في علم الفقه، وصل ثلاث مراحل متقدمة، فأخذ الغرور ودخل في يوم من الأيام في حوار مع بعض زملائه، وصل به التطاول يقول له: أنا أعلم من العباس بن علي سلام الله عليه. قال له: شلون حكي هذا؟ قال لي: نعم، لأن العباس عليه السلام لا دارس ولا داخل حوزة ولا فقه ولا أصول ولا منطق ولا عربية ولا 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 ولا، وقالوا ذلك كلهم دارسين وكلهم محصلين وواصل بهم مراتب، والعباس عليه السلام لما يحتاج إلى حكم شرعي خويا أخذ من أمير المؤمنين يقول له هذا الحكم الشكل، يعني ما تعبان به. فينقل هذا الراوي يقول: وإذا بهذا الرجل في عالم الرؤيا. احنا طبعا مو شغلنا الرؤى، لكن بعض الرؤى هي تدل على صدق نفسها. يقول: في عالم الرؤيا جاء إلى مجلس فيه من الفقهاء والعلماء وطلبة العلم، وكانوا يتحدثون. يقول: بينهم كذلك وإذا بجماعة يأتون يدخلون إلى المجلس وعليهم هيبة، وهم يقولون أو بعضهم يقول: قوموا فقد جاء العباس بن علي سلام الله عليه. يقول: إحنا قمنا، فدخل العباس بتلك الهيبة قمر بني هاشم ويتبعه بعض أصحابه. يقول: دخل فسلم علينا واحدا واحد، فلما وصل إليه عبس في وجهه وقطب وجهه وما سلم عليك. قلت: سيدي ليش ما؟ قال: له: أنت اللي تقول بأنك أعلم مني، من أين علمك أنت؟ كلها ظنون وقواعد، بعضها غير ثابتة، بعضها مشكوكة، بعضها محل بحث بعد إلى الآن. أنا علمي من علمي؟ من أستاذي؟ أنت من أستاذك؟ فلان، شيخ فلان، سيد فلان. أنا أستاذي علي بن أبي طالب والحسن والحسين. اللهم صل على محمد. زين، علي بن أبي طالب والحسن والحسين شنو علمهم؟ منين؟ متعلمين في مدارس؟ يعلم لدني لدني. هو صحيح العباس يأخذ منهم علم مباشر، بس لدني، واللدني ما يعطى لكل واحد مولانا، مو كل واحد يتحمل علم اللدني. عندنا في بعض الروايات الخطيرة طلعت عليها قريبا، ما كنت قاريها قبل، 313 اللي نقرأ عنهم من أصحاب الإمام الحجة سلام الله عليه، أكو عندهم موقف كلش غريب. يقول: يخرج لهم الإمام الحجة كتابا مختوما في غلاف أو في ظرف من ذهب، وهو عهد له من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فينفرون عنه ولا يبقى معه إلا 12. من 313 يقوم بس 12 ينفرون من الإمام، ما يتحملون مضمون الكتاب والعهد الذي من النبي إلى الإمام الحجة صلى الله عليه وآله. شبيه الكتاب، إيش مكتوب ما أدري،
بحيث ذول المدخرين 313 اللي بهم أصحاب الكهف وغيرهم ينفرون إلا 12 يكون ثابتين. يقول فيولون في أطراف الأرض ثم لا يجدون ملجأ فيرجعون إلى الإمام سلام الله عليه ويلتحقون به. رواية في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة إخواني. هذا معناه إحنا ما عندنا أي استعداد اليوم نستقبل من الإمام إذا ظهر أن يقول أنا وأنا، منا راح نقول هذا مغرور مثلا أو معجب بنفسه أو غير، لأن ما نعرف مقام الإمام شنو ولا نعرف الإمام شنو معناته. هاي مشكلة هاي. فإذا كان أستاذ العباس عليه السلام عليا والحسن والحسين، يعني العلوم التي عند أبي الفضل علوم لدنية، وهكذا علوم زينب صلوات الله وسلامه عليها، وإلا كيف تعيش في بيت علي وفاطمة وأربع سنوات مع رسول الله ولا تنهل سلام الله عليها من علومهم؟ لما تجلس إلى فراش أمير المؤمنين حينما جاء به مجروحا، حينما طعنه ابن ملجم عليه اللعان، قالت له أبا ما الحديث الذي حدثتني به أم أيمن؟ أكفت حديث طويل لأم أيمن تنقله عن رسول الله، فقال لها بني إن الحديث كما حدثتك أم أيمن. قالت أبا أحب أن أسمعه منك. يقول بني كأني بك ونسائك في هذا البلد، يعني في الكوفة، أذلاء تخافون أن يتخطفكم الناس وتسبون من بلد إلى بلد. هذا حديث بحيث ينقله النبي ويذكره تفصيلا لما يجري على زينب، وهذا الأمر إنما يدل على اعتناء كبير وعالي من النبي الأكرم لهذه النسمة الطاهرة، واعتناء كبير من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأيضا في رواية أخرى أن الإمام في ساعاته الأخيرة، الإمام أمير المؤمنين، طلب منهم أن يحضروا إليه أبا الفضل صلوات الله عليه. يقول فلما جاءوا به إلى أمير المؤمنين، يقول أخذ يد زينب ووضعها في يد أبي الفضل وقال له هذه أمانتي عندك. عود ليش يعني؟ وش ليش ما توصي مثلا للحسن عليه السلام؟ الحسن خير من أبي الفضل. ليش مو للحسين؟ الحسين خير من أبي الفضل. إذن أكو فرد سر معين، أكو فرد اعتناء الذي بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه المرأة الطاهرة. وفهمة غير مفهمة، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. فهمة هذه مؤنث فهم، لما قلت أنت رجل فهم وهي امرأة فهمة، هاي مؤنث فهمة. زين الفهم شنو؟ الفهم يقولون هذا من صيغ المبالغة، أو أصل فاهم، أنت إنسان فاهم، إذا كان فهمك بدرجة عالية يسمونك فهم. الحوراء الإمام زين العابدين يقولها، مو أني، إمام زين العابدين اللي عنده علم الأولين والآخرين، يقول للعمت أنت فهمة. إذن شنو تقييم الإمام زين العابدين؟ شنو اللي يعرف عن زينب سلام الله عليها بحيث يعطيها هذه الصفة؟ يقولها مو فقط أنت فاهمة، أنت امرأة في منتهى الفهم، يعني في منتهى الفقه، في منتهى المعرفة، في منتهى الإحاطة بالأمور صلوات الله وسلامه عليها. وكل الشواهد التاريخية في مسيرتها من المدينة إلى المدينة تؤكد هذه الجملة السجادية، أنها كانت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. وهذا أيضا ينطبق على عنوانها أنها العقيلة. السيد مصطفى القزويني ابن العلامة محمد كاظم القزويني عنده تحقيق على كتاب والده، ينطفد احتمال جميل جدا والساعد عليه اللغة العربية، بعد ما نقل كلمة العقيلة وشنو معناتها باللغة وش قالوا عليها أئمة اللغة، وقال أكو احتمال آخر ما ذكره. شنو هذا الاحتمال الآخر؟ أنه كلمة العقيلة مؤنث كلمة عقيل، أو عقيل من صيغ المبالغة من كلمة العاقل، فهذا تقول له أنت عاقل إذا كان بمرتبة عالية جدا من العقل وفي رجاحة عقل، شو تسميه؟ تسميه عقيل، يعني أنت صاحب عقل كبير.
المرأة ماذا يقال لها إذا كانت صاحب عقل كبير؟ يقال لها عقيلة، وهذا منطبق تمام الانطباق واقعا على زينب سلام الله عليها. يعني إذا جاء واحد ناقش قال ماكو شيء باللغة أنه عقيلة بمعنى الراجحة العقل، نقول له ثبت أم لم يثبت، هذا مجرد احتمال قيل. لكن تعال إلى واقع زينب عليه السلام في الخارج، شلون تتعامل كانت مع الأمور؟ أنا أعطيك موقف ومن عنده وأنت وقيس، موقف واحد بس. يعني أخت تخرج إلى أخيها تراه مقطعا إربا إربا، مهشم الأضلاع صلوات الله وسلامه، قد بنى عليه الدم بنيانا، والسهام التي كانت على جسده جعلت منه كالقنفذ سلام الله عليه، كالقنفذ تماما. وجدوا في جسده الشريف أكثر من 1000 ضربة، ضربة سيف. وتخرج إليه وهو بهذا الحال، قل لي يا أخت عدها يعني ذاك القلب اللي صبر نفسه حتى تقضي ثبت شيء مع الله بعدين تنطي حق الأخوة. يا مرة ماكوش حكي مولانا، ما تلقى. تأتي بكل جأش ورباط الجأش، تخلي إيدها تحت الأضلاع الطاهرة وتحرك الجسد يشفت حركة رمزية وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان. يا قربان الحسين سيد شباب أهل الجنة، مو قربان عادي، فتقضي حق الله عز وجل. هذا العقل اللي شايلته شنو؟ هذه المرأة العلم اللي شايلته شنو؟ مقامها من الله شنو؟ بحيث تصرف نظرها وعاطفتها عن أخيها لتؤدي حق الله عز وجل أولا قبل حق أخيها، وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان، ثم بعد ذلك تطلق العنان لعاطفة الأخوة، تلتفت إلى جهة المدينة تنادي ومحمدا هذا حسينك بالعرايا مسلوب العمامة والرداء محزوز الرأس من القفايا وبناتك سبايا، فإلى الله المشتكى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء، قل لي يا جد مات، يا جد مات ما حد وقف دونه، يا جد مات ما حد وقف دونه، ولا نقدر غمض لعيونه يعالج بالشمس من خطب لونه، ولا واحد بحلقه ما يقطع ايار، يا جد مات ما حد مد ايديه، ولا واحد يا جد عدل رجليه يعالج بالشمس ما حد قرب ليه، ويحط ضياي يا جدي من الحار. هذا موقف، والموقف الآخر لما مروا بهن على تلك الجثث الطوائر الزواكي، وأن على تلك النياق الأزل تلتفت سلام الله عليها إلى جسد المولى أبي عبد الله، قالت أخي حسين والله لو خيروني بين المقام عندك والرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. تقل لو ودعتك الله يا عيوني يردون عنك ياخذوني، زجر وخوة اللي يباروني، أنا نخيت أخوتي ما جاوبوني، يا أهل الحمية ما تجوني من يد العاد تخلصوني. يقول تلتفت سكينة إلى عمتها زينب، قالت عم زينب لمن تخاطبين؟ قالت إنما أخاطب أباك الحسين. يقول فرمت سكينة بنفسها من على ظهر الناقة وجاءت وارتمت على جسد أبيها،
حقدك الأبويا من سكيا يا العزيز دللتني دللتني وعدمان يا أبويا ودعتني يا أبويا من صغر سني والله من صغر سني يتمتني. يقول عاد هنا الشمر اللعين يأمر بعض الأعراب الأجلاف أن ينحوها عن جسد أبيها. ليش يا مجرم خليها تبكي دعها تتودع مع أبيها وتأخذ منه حاجتها سلام الله عليها. يقول جاءوا إليها جذبوها جذبا شديدا وكأني بها تلتفت إلى أبي عبد الله تقل أبويا برضاك برضاك يا رغم عليك أبويا برضاك يا رغم عليك أبويا يجرني الشمر من بين ايديك والله وانا اصرخ اصرخ ودير العين ليك انا ادرب حميتك ما تخليك. يقول في بعض الروايات لما جاءوا اليهن بالنياق الهزل امر عمر ابن سعد ان يركبوا النساء فوقفت عقيلة بني هاشم ذلك الموقف ووبخت عمر ابن سعد وامرته ان يامر الرجال بان يتنحوا عن النساء. يقول انا التي اركب النساء فجاءت تنادي بالنساء واحدة واحدة وصارت تركب النساء على تلك النياق الهزل. تعرف شنو يعني ناقة هزيلة؟ يعني حتى لحم ماكو على ماذا على ظهرها من غير وطاء ولا غطاء. وأركبوا بنات الرسالة على تلك الظهور. يقول لما أكملت سلام الله عليها هذه المهمة تلتفت يمينا شمالا فلم تر إلا زين العابدين جاءت إليه قالت له قم يا ابن أخي كي أركبك الناقة. الإمام زين العابدين بعد يلتفت يقول عم زينب إذا أنت ركبتين الناقة فأنت من الذي يركبك الناقة؟ أكو رواية مولانا أنا ما قاريها لكن لا أستبعدها. يقول الإمام زين العابدين المفروض هو اللي يركب عمته زينب تعال لكن شلون يركبها؟ يعني كان مريضا لا يقوى على إركابها والناقة حتى لو أنيخت يكون ظهرها عالي. يقول فانحنى الإمام على هيئة الساجد وقال لها عم زينب اركبي على ظهري واصعد الناقة. لكن يا موالون يقول زينب ذهبت إلى ناقتها وإذا بالإمام زين العابدين يقول عم زينب إلي إلي. قالت ما تريد يا ابن أخي؟ قال عم زينب انظري إلى هذه الناقة تبكي ودموعها تجري على خديها وإنها لتوصي باقي النياق. قالت ما تقول يا ابن أخي؟ قال إنها توصي النياق وتقول معاشر النياق رفقا ببنات محمد. قال لها قال لها وهو يلقف بالأنفاس قال لها وهو يلقف بالأنفاس ركبوا يمتي وخليني ويا الناس والله دارت دارت عينها وصاحت يا عباس يا عباس يا أصبعن الحرم على السفر على الزين والله ما صيح ما صيح أنا زين أبو دهر وياي ما صيح صوبني بدليل وبعد ما صيح أنا ردت الموت وي ولياي ما صيح أموت بغربتي غصبا علي يا موت بغربتي غصبا يا يا أن علي هذه زينب ومن قبل كانت